السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه ماجيك ستوديو، نقدر نعمل من خلاله صور كتير جدا بمجرد ما تكتب نص. خلينا مثلا نكتب ايه، تو ليون، ونشوف اعملها ازاي. اهم حاجة الستايل، يعني الستايل هنا بيفرق كتير جدا، كأنك روحت لموقع تاني مختلف. ممكن نقول له خليها طبيعي، خليها كرتون زي ما احنا عايزين، يعني ده اول واحد. ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز حاجة مثلا زي كده. الموضوع ما بياخدش ثواني وتلاقي الصورة بقت موجودة، تمام. ممكن نقول له طب احنا عايزين لاين ارت، ومن هنا طبعا تقدر تختار سايز مختلف لو انت حابب. انت حتى لو نفس الحاجه وما غيرتش حاجه خالص وقلت له اعمل لي صوره تانية، ما بيعملكش نفس الصوره كوبي بس، لا بيعملك صوره من الاول مختلفه تماما. عايزين ايزومتريك مثلا، يعني دي الاتنين نفس التكست نفس كل حاجه، لكن هو غير فيهم. ايزومتريك اهو. طيب ايزومتريك على طول بنستخدمها في المباني، يعني بس قلنا نغير شوية. كوميك بوك، انالوج فيلم، طيب نجرب حاجة تانية. ممكن تكون انت بتعمل قصة وتعمل سيناريو وتخليه بقى يعمل لك الصور اللي انت عايزها، لكن ازاي بقى اثبت صورة الاسد دوت؟ وصفه، يعني قول له انا عايز اسد يكون عمره كذا وشعره كذا و وواحد الستايل، واديله مواصفات مظبوطة، هيطلع معاك في كل الحاجات اللي انت عايزها. بعد كده نجرب البروفيشنال.